بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بكم في محاضرة جديدة وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي. واليوم راح نتحدث إن شاء الله عن كتاب اللغة المرحلة الثالثة للأستاذة المؤلفة ياسمين حكمت، فخليكم ويانا إن شاء الله. هنا طلابنا الأعزاء عندنا تعريف اللينغوستكس. اللينغوستكس is the scientific study of language، أو مثل ما عرفنا نقدر نعرف تعريف آخر the systematic study of language أو the scientific study of language. إذن هو الدراسة العلمية لأي لغة نسميه linguistics. هذا التعريف مهم، يعني اللغة تحاول أن تجاوب على السؤال ما اللغة أو كيف تعمل اللغة. إذن كيف تعمل اللغة هذا ما ندرسه في linguistics. إذن linguistics يدرس كيف تدرس اللغة أو كيف تعمل اللغة. How does language work؟ كيف تعمل اللغة؟ هذا ما نسميه باللينغوستيكس، وهذا هو تعريفه، حفظ مهم جدا. يقول هنا علم اللغة قد تطور في شكل سريع جدا في 50 سنة الأخيرة. في آخر 50 سنة قد تطور علم اللغة بشكل ملحوظ جدا، وتم كتابة العديد من الكتب وصولا إلى شكله إلى هذا اليوم. هنا طلابنا عندنا فد نقطة مهمة. احنا قلنا linguistics means the scientific study of language، هذا تعريف مهم زين. علم اللغة يجب ان يدرس في طريقتين، الاولى in relation to other sciences outside itself. باول نقطة انه لازم نقارنه مع اللغات الاخرى. ثانيا in different branch within itself، إذن لازم نقارن باللغات الأخرى أو بالعلوم الأخرى، ولازم نتحدث عن فروع نفسها زين عيني. إذن نقارن بلغات أو علوم أخرى وبفروع نفسها ندرسهن. هذا السؤال اللي يقول ماذا كيف يجب أن يدرس اللغة، تدرس بطريقتين. شنية المهمات اللي يمتمثلها بعلم اللغة؟ أولاً أول يعني ميزة أو أول قضية مهمة يهتم بها علم اللغة It concerned with the study of particular language، يدرس أو يهتم بدراسة لغة محددة. بدراسة لغة محددة It concerned with the study of particular language as ends in themselves. إذن يختص بدراسة لغة محددة in order to be able to produce a complete. إذن يهتم هذا العلم بدراسة أو يهتم بتفصيل ووصف لغة معينة حتى نكون قادرين على إعطاء وصف كامل لهذه اللغة. إذن إحنا نأخذ اللغة نحللها نفصلها نعرف كذا بلغة محددة معينة حتى نقدر نوصف هاي اللغة، وحتى نقول هاي اللغة بها مميزات كذا كذا كذا، بها عيوب كذا كذا كذا، بها إيجابيات كذا كذا كذا. إذن هذه القضايا التي يهتم بها علم اللغة. القضية الثانية it also studies language as means to further and in order to be able to obtain information about nature language in general. إذن النقطة الثانية طلابنا الأعزاء، حتى شلون احنا نقول بلغتنا العامة نحصل على معلومات من هذه اللغة على طبيعة هذه اللغة، وحتى نحصل على يعني it also studies language as means كغاية أو كوسيلة حتى نستطيع أن نحصل على معلومات عن طبيعة هذه اللغة بشكل عام. نقطتين مهمات جدا. النقطة الأولى حتى نتعرف على لغة معينة وناخذ تفاصيلها، ثانيا ندرس علم اللغة للنقطة الأخرى حتى نعتبره كوسيلة حتى نعرف على طبيعة لغة معينة، يعني حتى نحصل على معلومات بشكل عام زين عيني، حتى نحصل على معلومات وحتى نقدر نوصف اللغة المعينة. نقطتين مهمات أو قضايا لدراسة علم اللغة. الآن ننتقل إلى linguistics as a sign، يعني اللغة كعلم، وراح نعرف هل ان هذه اللغه هل ان علم اللغه يعتبر علم، يعني هل ان اللغه هي علم. في الحقيقه نعم، الجواب هي علم، طبعا هي علم، يعني علم حالها حال اي علم معين.
دراسة علم اللغة. فهنا شي يقول؟ يقول language is considered worthy، تعتبر اللغة جديرة بالاهتمام، of learned attention، جديرة بالاهتمام للتعلم، as a regular body of fact and theory is built around it، تعتبر اللغة جديرة بالذكر. أي لغة نعتبرها جديرة بالذكر؟ إذا كانت هذه اللغة تحتوي على حقائق وعلى نظريات، يعني بهاي داخل هاي اللغة، اللغة كل ما يكون بها نظريات وحقائق هذه لغة جديرة بالاهتمام. As empirical science, linguistics operates with a publicly verified data obtained by means of observations and experiment. طبعا اللي يقصد بهذا الكلام تعتبر اللغة علم تجريبي، يعني اللغة دائما احنا نعتبرها علم تجريبي من خلال التجربة ومن خلال الـ 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 يعني المقارنة ومن خلال الواقع والتجارب نعتبر هذه اللغة كذا نظرية. يعني اللغة هي تعتبر تجريبية، يعني من خلال التجربة ومن خلال التطبيق العملي نقدر ننطي وصف لهذه اللغة المعينة. زين عيني، زين نجي على طبعا الهدف، الهدف من اللغة أي من علم اللغة بشكل عام، حتى نقدر من خلال دراسة علم اللغة أو عند دراسة اللغة نقدر نمثل هاي المعلومات اللي ذكرناها، اللي قلنا أنه بأي معلومات اللغة أو النظريات اللغة حتى نقدر نمثلها ونقدر نطبقها على هذه اللغة tested and يعني بحيث أنه من نطبقها على هاي اللغة إذن هذه اللغة تم تطبيق على هذه القاعدة وتم وصف هذه اللغة بأنها كذا وكذا وكذا، القواعد والأنظمة المعينة. هذه الشغلات المهمة هنا بهذا الموضوع. طبعاً إذا تلاحظون إنه اللغة تقريباً يعني أغلب الكلام متشابه، الهدف من اللغة، الغاية من الهدف، مهمات القضايا التي تهتم بها علم اللغة تقريباً كلية هي حتى تعرف على هاي اللغة ولإعطاء وصف لهذه اللغة وحتى نقدر نطبق هاي النظرية عن هذه اللغة، وبعدين هاي النظريات وهذه الأمور راح ندرسها إن شاء الله بالفصول القادمة. يقول the purpose of linguistics، الغرض من اللغة هو الاختبار المواد، اختبار المعلومات، اختبار القواعد عن عنصر معين. يعني نقدر احنا نختبر بهذه اللغة هذه القاعدة او هذه النظرية من خلال التجربة. لا ننسى ان اللغة علم تجريبي، احنا نجرب حتى نكتشف اللغة. طبعا هذه الامور اللي قاعد نحددها مهمة، الأمور اللي قاعد نحددها ذني مهمة، وأنت أيضا إذا أستاذك يدرسك بالجامعة فحاول تركز على الأستاذ اللي يركزه، وإذا بشكل عام فأنا نصيحتي لك هذه الأمور اللي قاعد أركز عليه هذه مهمة، وهو أول وتالي هذا الفصل مجرد مقدمة، مو كلش بي شغلات كلش مهمة. إحنا إن شاء الله إذا أكو شيء مهم كلش نبلغكم بي، يعني هذا شيء مهم. زين هسه راح نيجي إلى the scientific procedure followed in studying any science including linguistics. هسه راح نيجي نتعرف على الأشياء اللي لازم يعتمد عليها علم اللغة. يقول a scientific study، الدراسة العلمية تعتمد على based on، تعتمد على the systematic investigations of data conducting with reference to some general theory of language structure. إذن الدراسة العلمية أو البحث أو يعني البحث العلمي أو الدراسة العلمية تعتمد على التحليل النظامي أو التحليل الـ يعني العلمي للمعلومات بالرجوع إلى المصادر، بالرجوع إلى المصادر اللي تكونت من عندها هذه اللغة. يعني أكيد كل لغة بها مصادر أساسية، فهنا راح نجيب هاي المصادر والتفاصيل اللي عندنا والمعلومات اللي عندنا، نجي نحلل هذه التفاصيل ونشوف هاي اللغة شلون تعمل. إذن أولاً الرجوع إلى المصادر التي تكونت منها هذه اللغة. ثانياً a direct object observations، a direct object observation. النقطة الأخرى اللي يعتمد عليها الدراسة العلمية هي ال direct object observations، ذني حفظ مهمات. شنو المقصود بهاي النقطة؟ خلي أحكي لك فد نقطة أخرى
علم اللغة احنا مثل ما ذكرنا هو علم يعتبر علم حاله حال اي علوم اخرى في الكون. زين، طبعا احنا قبل لا نضع نظرية في اي علم معين يجب ان نراقب الاحداث او يجب ان نشاهد الاشياء او التغييرات اللي قاعد تصير بهاي اللغة. فقبلها احنا لازم نلاحظ قبل كل شيء. زين، هاي وحدة. زين، علم اللغة ايضا تتطلب هذه الحال as another sciences حالة حال لغات الاخرى. اذا المقصود بهاي النقطة انه انا قبل لا اضع نظرية معينة، قبل دراسة الولوج والدخول والتحدث باي لغة معينة، لازم اشاهد التغييرات اللي دا تصير، مراقبة الاحداث اللي تصير، observations of event، مراقبة الأحداث قبل لا أضع نظرية. لازم نجم نراقب الأحداث. يعني دائما هي النظرية شنية؟ هي النظرية مثلا تغيير بأي لغة معين، نضع نظرية أو نضع فقرة معينة أو قاعدة معينة. هاي القاعدة شلون الواحد يخليها يشاهد الأحداث وشوف التغيير اللي يصير بيه والشواذ اللي يصير، على أساسها راح يخلي قاعدة. فهذا القصد وفي هذه المعلومة هذا المقصود بهاي النقطة، أنه إحنا لازم نراقب الأحداث قبل النظرية، قبل أي شيء، حال حال أي علم آخر. C. A scientific study is also concerned with the formulations of sound theoretical principles and clear and consist of terminology. شنو المقصود بهاي النقطة؟ طبعا المقصود بهذه النقطة أنه الدراسة العلمية، إحنا مو قلنا على شنو تعتمد الدراسة العلمية. النقطة الثانية تقول الدراسة العلمية تهتم بوضع قواعد ونظريات، هذه النظريات تكون واضحة وتكون سليمة، نظرية تكون واضحة وتكون سليمة. لذلك احنا قلنا بالنقطة B لازم نلاحظ الأحداث قبل لا نضع النظرية، بالنقطة C لازم احنا تكون النظرية والقواعد والتكوينات اللي تكون داخل هذه النظرية تكون سليمة وتكون واضحة، لا تكون غامضة، لا تكون غامضة. هذا المقصود بالنقطة C. نجي على النقطة دي حتى تكون دراسة اللغة مقبول وتمام، لازم يكون يحتوي على ثلاث نقاط، وهذا اللي راح نتعرف عليه إن شاء الله بالمحاضرة القادمة إن شاء الله. بالنسبة للطلبة اللي قاعد يسألون عن الملازم وعن هذه الكتب، طلابنا الأعزاء كلها منشورة بقناتنا على تليجرام، ورابط القناة موجود بالوصف. تفضل انضم للقناة وراح تشوف كل الملازم وكل الكتب موجودة. تقبلوا تحياتي الأستاذ محمد نجم النوفلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بكم في محاضرة ثانية من محاضرات كتاب علم اللغة للمرحلة الثالثة للأستاذة ياسمين حكمت. اليوم إن شاء الله مثل ما ذكرنا لازم يكون عندنا ثلاث عناصر مهمات جدا في دراسة علم اللغة. أول نقطة لازم تكون exhaustive بمعنى شاملة، يعني one which counts for all the facts، يعني النظرية لازم تكون شاملة، النظرية لازم تكون شاملة. ثانيا economical، one as simple and trifle as possible، إذن لازم تكون بسيطة، ثانيا لازم تكون بسيطة وتكون واضحة، يعني ما تكون جدا معقدة، تكون شاملة. هاي أولا. ثانيا تكون مقتصدة أو اقتصادية، مو معنى فلوس وكذا، لا، يعني بسيطة وغير معقدة وبها معنى. وثالثا consistent يعني ثابتة، one in which there is no internal contradictions، يعني بدون تداخل، تكون مستمرة وتكون غير يعني خلينا نقول متوافقة يعني متناسقة. زين، النظرية لازم تكون متناسقة. ذن الثلاث نقاط جدا مهمات. هنا هذا المخطط ينحفظ جدا 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 مهم. macro linguistics and micro linguistics هذا جدا مهم، تقاسيمه وتفاصيله
pre-linguistics, phonetics, phonological, phonology, grammar, semantics. ذن كلش مهمات. طبعا الميكرولينغويستكس تقسم الى ثلاثة: البري لينغويستكس والميكرولينغويستكس والميتا لينغويستكس. ذن كل تعاريف ينحظن جدا مهمات. وانا طبعا انا اشرت بري لينغويستكس برايمري سبجكت متى از فونيتكس. البري لينغويستكس موضوع الاساسي هو الفونيتكس، واحنا نعرف شنو يعني الفونيتكس. زين الماكرو لينغويستكس branch of micro linguistics referring to what's meant by the center core or يعني بهذا يسمى central core language study، اللي هي العلم اللي يدرس الفونولوجي والجرامر والسيمانتكس. هذا المايكرو. البري لينغويستكس اللي هو الصوت ما قبل لينغويستكس يسمى الفونيتكس. المايكرو لينغويستكس اللي هو نسميه فونولوجي والجرامر والسيمانتكس، تعرف ان كلنا تحفظهم يعني. والميتا لينغويستكس the relationship between language and all extra linguistics feature of communications paper. طبعا الميتا لينغويستكس معناها الخواص الشاملة اللي فوق اللغة، يعني التأثر تأثير المجتمع على اللغة، تأثير الثقافة على المجتمع، تأثير الدين على المجتمع. هذا يسميه ميتا لينغويستكس. ثلاث عناصر مهمات جدا ذني نحفظها. هذا تعريف أشرت لك إياه. وهذا الرسم جدا مهم كلش واضح. شوف شلون يبدي بالفوناتكس النوب فونولوجي، شوف اللغة شلون تتدرج النوب السنة تتدرج السنتاكس، وكذلك السيمانتكس والبريغمانتكس كذلك. هذا المخطط ينحفظ، هذا ينحفظ جدا مهم. والتعاريف ذني أعتقد للكل معروفات، يعني ما اعتقد واحد شنو ما يعرف شنو يعني الفوناتكس ستدي اوف هيومن سبيتش ساوند. كذلك يعني تعريف الفونولوجي ذا ستدي اوف ساوند سيستم اوف لانجويج، هذا تعريف ايضا مهم. كذلك المورفولوجي ذا ستدي اوف ذا وورد ستراكشر. سنتاك تعريف السنتاك ستدي اوف ذا ذن التعريف الحظان. تعريف المورفولوجي هو دراسه نظام الكلمه. السنتاكس study of the sentence structure دراسة نظام الجملة. المورفولوجي دراسة نظام الكلمة. السينتاكس دراسة نظام الجملة. السيمانتكس دراسة المعنى. دراسة المعنى. طبعا لهنا هذه الأمور المهمة بهذا المادة. أعتقد المادة صارت هواية وهواية بها تفاصيل، ما أريد نخوض بعد بالتفاصيل. المحاضرة القادمة لأن هذا موضوع جديد راح نتحدث عن linguistics and other disciplines أو disciplines عفواً disciplines هذه اللي راح ندرسها إن شاء الله في المحاضرة القادمة. تقبلوا تحياتي الأستاذ محمد نجم النوفلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بكم في المحاضرة الثالثة من محاضرات علم اللغة للمرحلة الثالثة لكتاب ياسمين حكمة. اليوم راح ندرس ان شاء الله، يعني راح نكمل السكوب اوف لينغويستكس هذا، وراح نبلش نشرح السايكو لينغويستكس. طبعا السايكو لينغويستكس يعني this science is concerned with the influence of psychological matter on language use and learning. هنا طلابنا الأعزاء راح نتحدث عن يعني تأثير اللغة، تأثير الأمور النفسية أو يعني الأمور السايكولوجيكال على اللغة. يعني خلينا نقول العلاقة ما بين اللغة والتفكير. It means interest in relations between language and thinking. العلاقة ما بين اللغة والتفكير، هذا ما نسميه بالسايكولينغويستكس. هذا تعريف مهم جدا. كذلك عندنا السوشيولينغويستكس. طبعا السوشيولينغويستكس يعني it has attracted the great interest in recent years because of the way. مو كلش مهم. نعم هنا هذا المهم.
هذا المهم. It is science concerned with the influence of social matter on language. يعني العلم الذي يهتم بالتأثير بتأثير الأمور المجتمع أو شؤون المجتمع على اللغة. يعني شلون اللغة المجتمع يأثر على اللغة، ثقافة مجتمع معين تأثر على هاي اللغة المعينة. يعني خلينا نقول عليها the relationship between language and society، العلاقة ما بين اللغة والمجتمع. هذا ما نسميه بالsociolinguistics. ذلك عندنا الفيزيكال لينغويستكس، يعني علم اللغة كفلسفة. يعني the role of language هو دور اللغة in relation to understanding and explanations of philosophical concepts and other hand. طبعا هنا احنا راح ندرس دور اللغة لتوضيح وفهم المصطلحات او المحتوى الفلسفي. هذا ما نسميه بعلم اللغة الفلسفي. زين، هذا ايضا مهمة تنحفظ، والتعريف الاساسي هو هذا ينحفظ. كذلك عندنا علم اللغة للبدائيات، يعني كبداية، بدائيات علم اللغة. هذا هناك تعريف، وعلم بدايات اللغة branch of linguistics which study language variations and use in relation to. هذا تعريف حفظ منه لهنا. كذلك هنا المقصود بعلم اللغة أنه يعني علم اللغة البدائي هو دراسة أو فرع من فروع علم اللغة لدراسة اختلافات اللغة وفقا للثقافة والمعتقدات. زين، وفقا لنظريات معينة، يعني الاعتقادات المختلفة من شخص لشخص داخل هذه اللغة، هي علم البدائيات يعني يسمونه. زين، كذلك عندنا الستاتيكس، يعني معناه the analysis that has been mainly concerned with the analysis of literature, language, variety, characteristics of a writer. هذا تعريفه مهم جدا. يعني التحليل الأدبي، يعني تحليل الأدب، هذا اللي استاتيكس يعني معناه تحليل الأدب. يعني الأمور تخص الأدب، ما أدب يعني هيك أمور. Language teaching it concerned with all educational theory practice including instructions. يعني هذا النقطة المهمة بهذا الموضوع، يعني language teaching يعني تدريس اللغة، وهذا يختص بنظريات ممارسة التدريس وتوجيه اللغة وتوجيه شيء معين. عندنا تعريف الـ applied linguistics. Applied linguistics refers to the applications of language methodology. يعني هي من methodology من الميثود. يعني الابلايد لينغويستكس يعني هو المقصود به يعني تطبيق اللغة، كيف نطبق اللغة، يعني طريقة تطبيق اللغة تختص بالتكنيكس وتكنيكس يعني والميثود، الطرق لتطبيق اللغة، شلون نطبق هذه اللغة، طرائق تطبيق هذه اللغة. ت
تعريف هنا حفظ اللي هنا هذا مهم. الكوميونيكيشن انجينيرينج يعني هنا branch of linguistics with deal which deals with the applications of the information theory to communications. هذا مجرد بس مجرد تعريف يعني معناه فرع من فروع علم اللغة اللي يهتم بتطبيق المعلومات على النظرية. هذا التعريف كله ينحفظ. كذلك عندنا الإثنو لينغوستيكس. الإثنو لينغوستيكس والإثنو لينغوستيكس هنا طبعا المقصود بدراسة اللغة كثقافة، يعني العلاقة ما بين الثقافة واللغة، شن الثقافة، ثقافة شون تأثر الثقافة على اللغة زين، يعني بيها تشابه من السوشيو لينغوستيكس، يعني مثل السوشيو لينغوستيكس زين. عدة الماثماتكس mathematical linguistics يعني refers to the number of applications and mathematical models and procedures to linguistics studies. المقصود ب يعني علم اللغة كناحية الأرقام، يعني تأثير الأرقام، ما أرقام هاي السوالف باللغة، يعني جانب الأرقام أو جانب الرياضيات بالنسبة للغة، هذه الأمور اللي تخص العدد والمعدود وهاي السوالف، يعني هي أمور تتحدث عنه هذا الموضوع. وعندنا آخر تعريف راح نتحدث عنه في هذه المحاضرة اللي هو الكمبيوتيشنال لينغوستكس، اللي هي a branch of linguistics study which applies computer techniques to linguistics and literary research. هذا التعريف اللي هنا ينتهي، يعني العلاقة ما بين الحاسوب الكمبيوتر واللغة، يعني شنو الأشياء اللي نقدر نستفاد من عدها بالكمبيوتر كحاسوب، شلون ممكن نقدر نستنتج، ممكن ناخذ ترجمة آلية، ممكن نسوي تحليل معين حسب الحاسبة، يعني العلاقة أو الفائدة اللي نقدر أو نحصل من عدها من الحاسبة كلغة، بين الحاسبة وبين اللغة. هذا ما بالنسبة لي آخر تعريف بالنسبة لمحاضرتنا لهذا يوم. المحاضرة القادمة طبعاً طلابنا الأعزاء تلاحظون هاي المادة يعني بيها مفردات صعبة، يعني حقيقة بعض المفردات صعبة النطق بيها، مفردات أصلاً مو إنجليزية، فيعني أنت إذا تواجه بيها صعوبة في المسألة طبيعية جداً، هي المادة جامدة، فحاول تقرأ هاي المادة لحد يعني وحدك، تحفظ التعاريف، تركز عليها، وإن شاء الله أنا يعني أعطيتكم ملخص بسيط. أنا حقيقة ما أقول لك أنا احتويت المادة وشرحتها كلها، يعني المشكلة باللغة بعلم اللغة أنه الأستاذ أو الطالب صعب يقدر يحولها إلى اللغة العربية وتوضيح وكذا، لأن هي اللغة إحنا قاعد ندرس علم اللغة، يعني علم اللغة علم مو سهل، علم صعب، يعني الترجمة بعض الأحيان ما تكون واقعية إلا تحتاج تطبيق ونظري بالصف وكذا، ولكن إن شاء الله قدمت لكم فائدة استفادت من عدها بهذه المحاضرات. تقبلوا تحياتي الأستاذ محمد نجم النوفلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب بكم في محاضرة جديدة، وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي. اليوم راح نتحدث عن استخدامات وتطبيقات علم اللغة، فوائد علم اللغة. فأول فائدة عندنا اللي هي المشين ترانزليشن. المشين ترانزليشن it refers to the automatic protection of a translation by computer or similar machine. The machine program يعني بالبداية هنا يقول هذه الأداة هذا التطبيق اللي هو المشين ترانزليشنز اللي هي آلة الطباعة آلة الترجمة. It refers to المقصود به أن عملية إنتاج الترجمة عن طريق الكمبيوتر أو أي جهاز آخر يستطيع الترجمة. إذن هي يعني المشين ترانزليشنز هي هاي عملية الترجمة الآلية، هذه أول تطبيقات اللغة، يعني لولا اللغة ما قدرنا نتوصل إلى ما إحنا خلينا أدوات الترجم، فهذا كله عن طريق علم اللغة. فأول تطبيق هو المشين ترانزليشن. فيكمل يقول the machine program برنامج
الآلة هو هذه الآلة آلة الترجمة يجب أن تحتوي must contain rules، يجب أن تحتوي على قواعد وأنظمة to analyze لكي تحلل the original text النص الأصلي in the source language في اللغة المصدرية and to find grammatical and equal and lexical equivalents contained in its dictionary store. يعني اللي تشتغل علي هذا هذه الآلة أنه هي لازم تترجم يعني تحلل الكلام اللي عندها وتجد مكافئة له إلى اللغة الأخرى من اللغة الأصلية إلى اللغة التي سيتم الترجمة عليها. هم يخلون أنظمة ويخلون نظام ذاتي داخل هذه الحاسبة حتى مباشرة هي تترجم منها وبها. هذه أول تطبيقات التي تسأل علم اللغة. كذلك ثاني تطبيق من تطبيقات علم اللغة التليكوميكيشن. الفونيتكس is extremely important in the field of telephone transmission. It costed money to send voices and long wires. إذن الأخرى هي علم الصوت، دراسة علم الأصوات، ترددات الأصوات، ارتفاع وانخفاض الصوت. هذا كله نستفاد من عنده بعملية نقل الصوت عبر الهواتف. فأيضا تطبيق آخر هي عملية توصيل الصوت وعملية الترددات مع ترددات الصوت. هذا أيضا تطبيق من تطبيقات علم اللغة. هذا ثاني تطبيق من عدها الشيء اللي مهم اللي لازم تحفظه تقريبا لهنا. زين، هسه راح ننتقل إلى تطبيقات لغوية، تكنيكات لغوية داخل أي لغة. والآن ننتقل إلى التطبيقات الميكانيكية لعلم اللغة. أول تطبيق يعني ممكن أن يتم إنتاجه تطبيق يعني ميكانيكي حركي نقدر ننطقه بمساعدة علم اللغة Visual Deaf Aid، Visual Deaf Aid يعني المساعدات البصرية، هاي اللي تساعد الناس الصم، يعني الأشخاص اللي سمعهم عندهم مشاكل بالسمع ما السمع يعني. كذلك تطبيق آخر من خلال علم اللغة يسمونه المطياف الصوتي. هذا شنو يعني؟ It can be produced a picture of speech sound. هذا ممكن ينتج صورة للكلام. هاي شلون؟ اي نعم، صورة للكلام ولو هي هاي الصورة مو واضحة، يعني مو كلش واضحة، ولكن ممكن تساعد يعني على توضيح الكلام. complex and difficult to read بس it could be produced as a series of easily recognizable shapes. ممكن ان احنا تساعد يعني بشكل مو اساسي، شكل ثانوي. ايضا هذا ثاني تطبيق من تطبيقات علم اللغة الميكانيكية اللي نستفادينا من عندها من علم اللغة. والان نتحدث عن linguistics and speech pathology. شنو يعني هذا الكلام؟ طبعا معناه علم اللغة والامراض الصوتية. اكو امراض صوتية، فشلون اني راح استفاد من علم اللغة بمعالجة بعض الامراض الصوتية. فشي يقول انه a rapidly developing relationship exists between linguistics and the field of speech pathology. إذن تطوير علم اللغة يرتبط، هنالك ارتباط وثيق ما بين الأمراض الصوتية وعلم اللغة. كل ما يتطور علم اللغة كل ما نلقى حلول أكثر للأمراض الصوتية. There are many kind of language disorder involving both the way in which we produce speech and the way in which we receive and comprehend it. شلون نرسل الصوت، شلون نستلم الصوت. هذه عد بعض الأشخاص مريضين يعني مرض صوتي، أكيد أكو أمراض صوتية كثيرة. فممكن وهنا عدنا advantages of linguistics، هذا أغلب الأساتذة ما يأخذونها، يعني أنت مجرد تحفظهن يعني تعدد مجموعة من عدهن يعني. فيجي أول استخدامات علم اللغة معظم فروع الخدمة المدنية، يعني الخدمة الدبلوماسية ما دبلوماسية. هذه أول استخدامات أو أول فوائد اللينغوستيكس. رقم 2، مجلس الثقافة البريطاني، الهيئات الأخرى والعلاقات الدولية. 3، صناعة السياحة، يعني السياحة ما سياحة، الإدارة العامة، الإدارة العامة أيضا يعني تعليم ما تعليم، منظمات الدولية، اليونسكو ما يونسكو.
زين عيني المصارف ما مصارف، وهذه السوالف التأمينات ما تأمينات، الشركات زين، الإعلانات الدعاية كذلك، فنادق ما فنادق، الهندسة، يعني كل هذه القوات، الاتصالات، الترجمة الشفهية كذا، هذه كلها فوائد علم اللغة، يعني أشياء عامة مثل ما ذكرت لكم. يعني أغلب الأساتذة ما يأخذون أصلا، يعني أنا أذكر أستاذنا يعني بالمرحلة الثالثة قالوا تركوهن يعني لا تأخذون، بس مو معناه مو احتمال يجي أستاذك لك أريدين يعني، فهي حسب، فحاول تقرأهن إن شاء الله لين ينتهي التشابتر الأول.